كده مع سيد احمد محمد كيميكي 2019 شمال لعبة لوبلوكس وهنودي البيتزا وهعمل لكم احلى بيتزا لايك حصل 3000 لايك ولسه كتير معانا. اتمنى منك تشترك معانا في القناة. كل الحاجات مقفولة ما تخلص تلفلي. طب ايه رأيكم ما نخصم فلوس مننا نخليها 100 مليون؟ لا كل مرة بقى تهنك ونسوي اللعبة النكت هتعمل لعبة لعبة تانية. متخافوش متقلقوش كله تحت السيطرة متقلقوش خلاص. يعني في اي حاجه وصلاح التعيد اللي عارفه اللي هو لازم لازم ناكل بيتزا ننتقل للوقت وقال على مشروع بس زعل وسع يا كابتن. ايوه خدنا يا جدعان لازم ناكل بيتزا والله على مصر كده يلا يا كابتن عايز اخد بيتزا
اي حد اشوفه في الدنيا، يعني اي حد مؤذي. بس انا جعان. بس انا جعان يا محمد.